أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الشرطة أنه لا يفوته في هذا اليوم أن يوجه تحية بمناسبة ثورة 25 من يناير. وأضاف الرئيس السيسي أن ثورة يناير عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم. كما لا يفوتني اليوم أن أوجه لكم التحية بمناسبة ثورة 25 من يناير، والتي عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم.